اهلا بكم في تواصلكم في تواصل دوت كوم، والبدايه مع احداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. نبدا مع ازاله العشوائيات في ظل غياب البديل، حيث تتنوع معاناه العراقيين لتشمل مختلف نواحي الحياه. ففي ظل ارتفاع نسب الفقر والبطاله وارتفاع معدلات الفساد الحكومي والسرقه الممنهجه لثروات البلاد، تتصاعد مشكله العشوائيات والتجاوز التي عرفها العراق بعد الاحتلال الامريكي في عام 2003 بسبب غياب البديل والتخطيط وفي ظل ارتفاع نسبة السكان في العراق. الحكومة وبدلا من إيجاد حل جذري للعائلات التي تسكن العشوائيات والتجاوز، تنظم بين الحين والآخر حملات لإزالة هذه التجاوزات دون إيجاد البديل، الأمر الذي يفاقم من مشاكل العراق. هذا ما حصل في مدينة الحلة حيث في محافظة بابل، حيث أقدمت دائرة البلدية على إزالة عدد من منازل التجاوز وسط صرخات النساء وخوفهم، خصوصا وأن البلاد تشهد الآن درجات حرارة منخفضة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول مصير هذه العائلات بعد تشريدها. نشاهد قبل الانتقال لتعليقات الجمهور العراقي. هذه حي وزيرة تم تفليش البيت، صاحب البيت يقول ثم تفلش. شنو الموضوع رياض؟ رياض ها؟ يعني تفلش البيت؟ يلا يطلع. الله أكبر، شوفوا شنكوات، الله وكيكم شنكوات، شوفوهم. الله أكبر، لا إله إلا الله. وأنا مقتدى ما أشوف الشعب هالجاب الشارع بالليل. تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا المقطع، ومنهم من علق وقال كأم علي قالت حقك تشمرين عباتك، الحرامية خلصوا ثروات البلد وسكنوا القصور وهسه يهدمون بيوت الفقراء وخلوهم بدون بيت يسترهم بهالبرد. عمر العزاوي قال والله إذا أكو تجاوز فالسياسيين أولهم اللي تجاوزوا على حقوق هذا الشعب بس قدرتهم على الفقرة. أنس قال يعني بهذا البرد وين راح يروحون؟ دمطوهم عمي، والله حرام عليكم، أشو العراق أكثر من نص صحراء. يقول المن أم نور قالت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعطوهم سكن كلهم فقراء ومساكين. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومع معاناة طلبة العراق، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة نشر مؤخرا عن وجود 13 مليون شخص أمي في العراق لا يقرأ ولا يكتب. طبعا الأسباب كثيرة ويطول شرحها، لكن واحدة من هذه الأسباب يتمثل في الواقع المتردي للأبنية المدرسية في ظل الإهمال الحكومي وعدم بناء مدارس جديدة في وقت تشهد البلاد نقصا حادا في هذه المباني. على سبيل المثال، مدرسة الابتسام في ذي قار شاهد جديد على الإهمال وانهيار العملية التربوية التي تعتمد على البيئة المناسبة كشرط في تلقي التعليم النموذجي. دعونا نشاهد حال طلبة الابتسام في ذي قار. صباح الخير. انتم يا صف صف الثالث؟ هذا صف الثالث مو؟ زين بابا ايش تتمنون انتم؟ ايش تتمنون؟ ابو ايش تتمنى حبيبي؟ انتم يا مدرسة بابا ايش اسم مدرستكم؟ مدرسة الابتسام الابتدائية مو؟ هاي وضعية مدرسة الابتسام الابتدائية صف الثالث الابتدائي حالة حال الصفوف الأخرى، يعني من الصف الأول للصف السادس الابتدائي. الأرض يطين والصفوف مثل ما تشوفون يعني مبنية من البلوك، هذا صفيح السقف من الصفيح والخشب
والأعمدة والرطوبة والبرد ما نشيخ معنا يعني، وهذا واضح على أبنائنا التلاميذ. عندنا كم واحد اليوم غايب باباتي؟ ليش؟ لأن مرضى؟ بسبب الرطوبة بابا والبرد؟ طريق خمطين أيضا؟ نبقى في محافظة ذي قار ومع معاناة طلبة العراق. مدرسة أخرى وهي مدرسة المتوكلون في ذي قار هي الأخرى تشهد على حال العراق بعد 2003. هذه المدرسة المتكونة من خليط من الصفوف الكرفانية والصفوف الطينية تعاني وضعا كارثيا يصعب فيه تلقي التعليم بسبب انخفاض درجات الحرارة. أحد العراقيين يتحدث عن هذه المدرسة من داخلها في مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. هاي مدرسة في منطقة بن زياد العظيميين في منطقة الزهراء تحديدا. يعني ربك هاي رحلات هاي شنو هاي؟ تعال لنا تعال شوف هاي مدرسة يعني هاي وين هاي شوف باو الناشد وزارة التربية ناشد الخيرين يا ناس يا عالم احنا بث 2022 شوف باوع يا وزير التربية باوع هاي مدرسة. الله أكبر عمي الله أكبر. تفاعل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه المقاطع واستمرار معاناة الطلبة، ومنهم من قال كأمير قال النفط وصل 90 دولار، وهذا حال مدارس العراق. يقول أبو مصطفى التميمي: فساد وسرقات خيرات العراق من قبل الأحزاب السياسية أمر واضح. قيصر يقول: خلي تشوف الأحزاب والتيارات، هذه إنجازاتهم لمدة 20 سنة. أما نوري فقال: أهم شيء الحكم للمذهب، مو مهم الخدمات والمدارس والماء والكهرباء والصحة والتعليم. يقول نوري. نذهب إلى ملف آخر، ومع ملفات العراق على منصات التواصل الاجتماعي. شاهدنا الأوضاع الكارثية في أول ملفين، وحاجة العراق للأموال للنهوض بواقعه المتردي على مختلف الأصعدة. الطامة الكبرى كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي هي فيما يعني انتشر على منصات التواصل الاجتماعي من حملة لدعم ميليشيات الحوثي في اليمن. العراقيون قالوا: بدلا من توجيه الأموال لحل هذه المشاكل، نظمت ميليشيات في العراق حملة لجمع التبرعات لصالح ميليشيا الحوثي في اليمن لدعم هجماتها بالطائرات المسيرة على دول الخليج العربي. طبعا ميليشيا حزب الله أعلنت عن دعم ميليشيا الحوثي بمبلغ 1 مليار دينار عراقي. قواطع وعمليات الميليشيات شهدت هي الأخرى جمعا للتبرعات، كما سنشاهد في المقطع التالي الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، فلنتابع. سولف بخصوص اليمن، يقول يضربون الأطفال أو يفتخر بيها، شاوياً العروبة اللي يدعي بيها مساعدتك شبابنا، مساعدتك بسيطة لشن عدهم لا مسيرات الفلوس تصير تاليها على براج بن زايد نفلش مبانيها. مسجل يم عباس مسجل كل دينار تطونه، هدف الحوثيين القادم بوس خليفة.
الحملة التي أطلق عليها اسم أموالكم مسيرات شهدت مشاركة معممين تابعين للميليشيات بعد نشرهم صناديق لجمع الأموال قرب الأضرحة الدينية والحسينيات لجمع أموال التبرعات لصالح ميليشيا الحوثي. دعونا نتابع بعض آراء الجمهور العراقي، ولكن دعونا نشاهد هذا المقطع قبل أن نتابع التعليقات. إمام مجد إمام الشيخ أحمد الباوي الإمام الراتب في مسجد حسين موسى بن جعفر. طبعا الشعب اليمني شعب مظلوم مضطهد، شعب أراد الاستعمار وأراد الاستكبار العالمي أن يذل هذا الشعب، لأنه شعب له قدسيته، شعب موالي لأمير المؤمنين سلام الله عليه، شعب يحب الحسين سلام الله عليه. فإن شاء الله هذا التبرع البسيط إن شاء الله دعما للشعب اليمني المبارك، وإن شاء الله منصورين بمحمد وآل محمد إن شاء الله. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الحملة، حملة التبرعات لدعم ميليشيا الحوثي. محمود قال: لو أكو حملة جمع أموال لشراء مقاعد دراسية للطلبة في مدارسنا المهملة في الجنوب والقرى النائية في كل المحافظات، مو أحسن يا رجل الدين الداعم للفتن كما أسماه؟ أما نبيل فقال: مدارس يمتحنون على التراب وقاعد يتبرع اليمن، روح ابني مدرسة لابنك، مو رايح تتبرع بحرب لا ناقة لك فيها ولا جمل. أحمد حقي قال: وبالنسبة للعتبة شلون رضت تخلي ذني بين الحرمين؟ أما الياس فقال: تبرع بيها للناس الكاتلها البرد، للفقرة العدنة، لعوائل الشهداء العدنة، هي أحق وأفضل بمليون مرة. يقول الياس. إلى ملف آخر، ونتجه إلى البصرة وللأخبار الإيجابية مساحتها في برنامج تواصل دوت كوم. العراقيون الأصلاء والكسبة من عامة الشعب يضربون أروع أمثال الإيثار والتضحية على الرغم من ظروف البلد الصعبة، ولعل ما شهدته مدينة البصرة جنوبي العراق من مبادرة خيرية لصاحب محل خضار فيها خير مثال على ذلك، حيث دعا غير المتمكنين والمتعففين إلى أخذ ما يحتاجونه دون دفع الأموال. فلنتابع هذه الصور. وقال: رزقي ورزقك على الله. يا با لو عدنا 5 من هاي الناس شاحنا بخير، ربي يوفقكم ويحفظكم ويسر عليكم بحق محمد وآل محمد. شو ايش كاتبين اخي العزيز؟ لم يكن لديك اموال فلا تستحي، واترك عائلتك بلا طعام، تفضل واخذ ما تحتاجه، فرزقي ورزقك على الله، ربي يحفظكم اخواني ويسر عليكم. رحم الله دي. طبعا العراقيون ثمنوا هذه المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من علق كاتولين قالت: كل هذا الدمار والفقر بس يبقون أهل الخير، بارك الله بكم. أما مها فقالت: لسه الدنيا بخير، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا إن شاء الله. ندى قالت: هذا هو العراق الأصيل، ربي يرزقك ويوفقك. أبو محمد قال: تحياتي لصاحب هذا النفس الطيب، بارك الله فيك. نذهب إلى انفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال في العراق وتأثيرتها على المجتمع العراقي، فضلا عن علاقتها بارتفاع نسبة الأمية في العراق. فلنتابع. Thank you.
عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة والتي جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي في الله، أرجو نشر رسالتي هذه عبر قناتكم الحبيبة ليعلم الناس ما يعانيه الفقراء، وأنا منهم. يقول رئيس ديوان الوقف السني أصدر أمرا بمنع جمع التبرعات في المساجد والإنذار بالعقوبة للمخالف. يقول: والله لو ترون طوابير الفقراء التي تقف بشكل يومي أمام الجوامع وخاصة في أيام الجمعة سترون العجب. وبنفس الوقت رئيس الديوان لا يقابل أحدا مطلقا. طيب يا رئيس الديوان، يقول: أين أموال الوقف وأين استحقاقات الزكاة ولمن توزع؟ يقول: مناشدتي هذه أضعها بين أيديكم. نذهب إلى الهاشتاج. دعا مغردون ومدونون العراقيين والشباب الثائر إلى عدم الانجرار لمحاولات الميليشيات والأحزاب في استغلال قضية تشرين وتجييرها لصالح مكاسبهم السياسية والادعاء بتمثيلها تارة في البرلمان أو في تبني جزء من أهدافها تارة أخرى، وترك الجزء الأهم المتمثل بإسقاط نظام المحاصصة والدعوة للتغيير الجذري والاكتفاء بالإصلاح الشكلي المزعوم مع ضمان بقاء نفس الأحزاب والكتل المتورطة بسفك دماء العراقيين. دعونا نتابع عددا من التغريدات التي جاءت على وسم لا يستغلون قضيتك. تقول رفا الغردت: يعني حاربتوهم واتهمتوهم عملاء وقناص وقتلتوهم وقلتوا يريدون يدمرون البلد، وهسه تهتفون باسم الثورة. تقول: ثورتنا مو لذيو الإيران، ما راح تستغلون اسم تشرين. أما أسيل فقالت: ثورة تشرين أكبر من مصالحكم وخططكم في خلط الأوراق وزج ميليشياتكم وأتباعكم باسم تشرين. لا تنسوا بأن ثورة تشرين ثورة وعي وحرية، وليست موجة تستطيعون ركوبها وتشويه تضحياتها متى تريدون. زاحم غرد وقال: أصبح الدم العراقي رخيص برخص حروف التغريدات البائسة لقادة الصدفة. يقول مصطفى: صدق صار من موضوع طرد القوات الأمريكية من العراق. يتساءل يقول: 20,000 متطوع وين راحوا يأخذون رواتب؟ قالوا بس تخلص احتفالات رأس السنة راح نبلش بطردهم، هاي خلص الشهر لا يستغلون قضيتك. نذهب إلى القصص المنوعة. بدأه كموقع هواة للتنبؤ وتوقع الأحوال الجوية، فأصبح اليوم أول شركة خاصة بهذا المجال في بلده. دعونا نتعرف على قصة محمد الشاكر وطقس العرب مع تقرير لشبكة إجبلاس عربي، فلنتابع. في أكثر من دولة عربية عندنا حوالي تقريبا 50 موظف. يعني طبعا في عوائق كبيرة للتحقيق أو بناء الشركات. نعتبر أنفسنا شركة ريادية لأننا في قطاع لم يكن موجود سابقا، فانتهجنا النهج الريادي في بناء الشركات. ذكرت سابقا في التحديات نقص التمويل، نقص الخبرة. اليوم الحمد لله لما بيحكوا معي التلفزيونات الإقليمية والمحلية أو حتى الراديوهات بتذكر هذيك الأيام، فبقول إنه سبحان الله كيف البشر مبنيين على أساس إنه بيقدر يحقق حلمه. ومن قصة نجاح محمد شاكر نذهب إلى قصة أخرى. وفقا لحسابات علماء وكالة ناسا، جزء من صاروخ تابع لسبيس إكس يتجه للارتطام بالقمر في مطلع شهر مارس من السنة الجارية. دعونا نتابع تقرير لموقع هس بريس حول هذا الموضوع. ما
دائما ما نسمع عن ارتطام نيزك أو صاروخ في الأرض، هذه المرة يرتطم في القمر. تخيل بأن جهازا صغيرا في الماء قادر أن يمد الكهرباء لشارع كامل، كيف ذلك؟ دعونا نتعرف على هذا الاختراع مع تقرير القناة الألمانية الناطقة باللغة العربية دوتش فيله، فلنتابع. エネルギーの塊なので、このエネルギーを使わないともったいないなということは日頃から思っていました。余すことなく自然エネルギーを使おうというコンセプトで。 هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.